مرحب بكم أعزائي المشاهدين ولقاء جديد وبرنامج أحلام مواطن. في البداية طبعا اسمحوا لي أتقدم بالتهنئة لكل إخواتنا المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد. كل سنة ومصر بخير وسعادة واستقرار، ويا رب يبقى عام جديد سعيد علينا كلنا، والفترة الصعبة اللي كلنا عايشينها تنتهي على خير. النهاردة تاني حلقة لبرنامج أحلام مواطن، ولكن أول حلقة لايف مع حضراتكم، عشان كده كان مهم جدا إن احنا نتكلم مع بعض في عناوين عريضة عن السياسة التحريرية لهذا البرنامج. وقبل الحديث عن السياسة التحريرية خلينا أقول لكم مواعيدنا. هنبقى إن شاء الله أمام حضراتكم كل يوم خميس وجمعة من الساعة 5 للساعة 6 مساء، وإن شاء الله الإعادة يوم السبت ويوم الحد من الساعة 11 للساعة 12. عشان يفرق معاك وأنا بقول لك المواعيد دي، الكلام اللي أنا هقوله لك في محتوى البرنامج ده لو لقيته بيخاطب عقلك وبيحترمك وبيلمس قلبك وبيقنعك استنانا في المواعيد اللي قلتها دي. لقيتني بقدم محتوى يفرق معاك اكيد هتبقى موجود معانا في المواعيد دي. لقيتني بقدم اعلام ما فيهوش خدمه حقيقيه بتقدم لحضراتكم اكيد مش هيفرق معاك وهتحول المحطة. عشان كده برنامج أحلام مواطن العنوان العريض بتاعه اللي احنا هنشتغل عليه الفترة القادمة، كل ما هو إيجابي في الدولة المصرية بما يعطي الأمل والتفاؤل لكل الشعب المصري، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه دايما. ملف التدريب والتوظيف ملف أصيل معانا في هذا البرنامج من خلال السياسة التحريرية الخاصة بي. كل فرص التدريب والتوظيف والعمل هتبقى موجودة مع برنامج أحلام مواطن، وهيبان أمام حضراتكم على مدار الحلقات بتاعتنا أرقام التليفونات اللي ممكن حضرتك تبدأ تبعت فيها رسائل أو حتى الاتصال على مدار الأسبوع، علشان خد بالك من دي، هنوريك بالصوت والصورة تسليم عقود عمل وتوقيع استمارة التأمينات وتدريب في كل محافظات الجمهورية. وكل حد بإذن الله هيبقى بيدور على تحقيق حلم حقيقي إيجابي. عنوانك صدى البلد وبرنامج أحلام مواطن. قناة صدى البلد بتشرف جدا بوجودي فيها في هذا السيزون لأحلام مواطن. التقدير والاحترام لكل العاملين بقناة صدى البلد، الصراحة بداية ولا أروع. كفاية الجو النفسي اللي انت عايشه من ساعة ما بدأت مع هذه القناة المحترمة الراقية الوطنية، اللي اكيد تدينا طاقة امل وايجابية، اكيد انت دلوقتي كمشاهد هتلمسها معانا واحنا شغالين معاك على مدار حلقتنا. كمان الجزء الانساني والاجتماعي ومؤسسة المجتمع المدني مع مؤسسة سقيا الماء للتنمية هيبقى جزء اصيل في برنامج احلام مواطن، بالتنوع والتعدد في اعمال الخير والتنمية الحقيقية مع الدولة المصرية بكل ملفاتها. والعناوين المهمة اللي دايما هنشتغل عليها مع البرنامج ده، هنكلم الناس، هندي الناس امل، هنحاول على قد ما ربنا يكرمنا نحقق الأحلام. سيادة النائب محمد أبو العينين قال لي في الحلقة الأولى في لقائنا الماضي، أوصيك بذوي الهمم. أتعهد أمام حضراتكم أسبوعيا هيبقى عندنا فقرة لذوي الهمم، نتكلم عن مشاكلهم، نعبر عنهم، وكمان نخلق لهم فرص توظيف، لأن دايما وزارة القوى العاملة حريصة جدا مع هذه الفئة تحديدا طبقا لتوجيهات سيادة الرئيس، إن احنا دايما نحطهم فوق راسنا وجوه عينينا. عشان وقتنا ما يسرقناش، حابب النهاردة بشكل تفاؤلي جدا أبدأ مع حضراتكم الجزء بتاع برنامجنا. يوم الاثنين اللي فات وإحنا النهاردة الخميس كان في حدث ولا أروع مهم جدا يدي الأمل فيما يتعلق بالطاقة المتجددة والتفاؤل والأمور الجيدة للدولة المصرية في الفترة القادمة. كان فيها بيتابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، وطبعا ده كان سيادة الرئيس استقبل فيه يوم الاثنين أليكس الاختشوف مدير عام المؤسسة الروسية للطاقة النووية، وده طبعا كان بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة. وكان مهم كلام جدا ان احنا نبقى بنتكلم على الملف ده. عشان كده دايما وانت بتتكلم في ملف يهم كل المصريين في موضوع الطاقة المتجددة بقى والامل والتفاؤل، و2021 يا رب اكرم مصر. خدوا بالكم احنا عندنا اكبر محطة طاقة شمسية كمان في مصر، في اخبار حلوة كتير في القطاع ده. هجري على طول وارحب بسيادة الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق. برحب بيك يا دكتور علي. اهلا بيك فندم. بنشكرك على المداخلة يا دكتور علي، وكل سنة وحضرتك طيب أبدا. وكل مصريين بخير. وانت طيب يا حبيبي، انا تحت امركم. متابعة مصر طيبة وشعب مصر طيب يا رب. وانت بخير يا دكتور علي. متابعة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من وقت للتاني فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لمحطة الضبعة، بصفة حضرتك بقى ايدك كانت في الملف ده دائما وابدا، حابب برضو ده اسأل سيادتك فيه من السادة المشاهدين، بيعكس اهتمام الدولة المصرية وسيادة الرئيس بأهمية هذا الملف، خصوصا انه هيعود بالخير كل الخير على الشعب المصري في الفترات القادمة. عاوز اخد تعليق سيادتك. فعلا انت عارف سيادتك ان المشروع الضبعة النووي ده اضخم مشروع في تاريخ مصر،
معايا سيادتك. معاك يا فندم. ضخامه المشروع وتعقيداته يعني بتتطلب، خلي بالك ده اتفاق واقع يعني حاطط الرئيس السيسي والرئيس بوتين فيه يعني التوقيع والمشاركه الشخصيه. فاللي انا عاوز اقوله ان ضخامه المشروع وتعقيداته بتتطلب من السيد رئيس الجمهوريه ان هو دائما في المراحل المختلفه لازم قبل المرحله ما تبدا لازم يكون عنده معلومات كافيه باللي حصل، وهل في مشاكل، طب المرحله الجايه هتبدا ازاي، ولو في اي مشاكل هو شخصيا بتدخل وبيحلها. ده بيأكد طبعا دكتور علي يعني برضو يعني ناخد من الجملة دي ان الامور لغاية دلوقتي اطمن الشعب المصري كله من خلالك ان الامور في هذا الملف والتنسيق الكامل ما بين الدولة المصرية وروسيا ماشي على احسن ما يكون في هذا الملف يا فندم. فعلا انا هو تحت رعاية الرئيس السيسي والرئيس بوتين، خلي بالنا الموضوع ده كده. طبعا طبعا بينكم سن كبار قوي يديك انطباع يعني. مظبوط. وهو الرئيس السيسي يعني اهتمامه لضخامة المشروع وخوفه ان كل خطوة تتم في ميعادها طبقا للجدول الزمني بيعمل اجتماعات. المرحلة اللي فاتت عمل كذا اجتماع، فعلا كان بداية مراحل. المرحلة دي بداية مرحلة جديدة هيبان ان شاء الله اثرها في منتصف 2021، يعني على شهر 6 كده يبقى في بدايات جديدة بعناوين جديدة للمرحلة جديدة. دي فشوف بيبقى لها من النهاردة. تمام، خلي بالنا احنا بنبدأ من النهاردة لان الناس عملت شغل، اشتغلت جامد عشان تحضر، وبعدين هناخد موافقه ان شاء الله يتاخد موافقه بتاعه هيئه الرقابه النوويه والاشعائيه على تقرير الامان الاولي. تقرير الامان الاولي بمجرد ما يتاخد عليه الموافقه فبيديك اذن بدايه الانشاءات. اذن بدايه الانشاءات يعني تبدا اول صبه خرسانيه ان شاء الله في منتصف 2021. بدايه الصبه الخرسانيه دي بدايه الانشاءات الفعليه للمحطه النوويه، تاخد حوالي 5 سنين تستلم اول محطه في التشغيل. فطبعا الرئيس السيسي يهمه جدا ان ميعاد الصبه الخرسانيه كما هو موضوع في الخطه يتم في ميعاده بالظبط. طيب المرحله اللي قبل كده كان فيها مشاكل بيدرسوها وبيعرضوها، لو في مشاكل ما فيش خلاص، طب المرحله الجايه ايه اللي هيتعمل؟ هيتعمل كذا وكذا وكذا. طب عاملين انتوا ايه؟ احنا جاهزين. طب يعني الخطه واضحه ومحطوطه وشغاله. كلام جميل جدا، كلام جميل جدا. عاوز في عناوين عريضه برضه عشان الساده المواطنين من خلال احلام مواطن، عاوز ان انا من الدكتور علي بقى في عناوين عريضه كده سريعه من حضرتك اهميه مثل هذا المشروع الضخم العملاق للدوله المصريه عشان اللي لسه مش متابع معانا يعرف قد ايه حرص الدوله في الملف ده تحديدا في عناوين عريضه من خلالك يا دكتور علي. طيب بص يا سيادتك، اول حاجه هقولها لك هو امن تكنولوجي وطن. تمام. يعني انت بتامن التكنولوجيا المصريه بالتكنولوجيا النوويه، بتدخل التكنولوجيا النوويه في المصانع المصريه. تمام. انت لما تدخل التكنولوجيا النوويه في المصانع المصريه دي معناها هترتقي رتبه الصناعات، جوده الصناعات المصريه، يبقى تقدر تبيع المنتجات المصريه في السوق العالمي، تنافس امريكا وتنافس فرنسا وتجيب عمله صعبه. دي اول حاجه، وطبعا هيبقى في مصانع، هيبقى في وطبعا دكتور علي ده هيبقى محتاج مننا وقت كتير على وعد بلقاء سيادتك معانا هنا. انا كنت حابب ان انا ادي باقه امل للناس واعرفهم اهميه هذا الملف تحديدا ومتابعه السيد الرئيس المستمره دائما وابدا في كل ملفات الدوله المصريه. بشكرك جدا جدا الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئه المحطات النوويه السابق. زي ما قلت لكم في طبيعه اخبار ممكن الخبر ده يعدي ما توقفوش عنده، انا حريص في احلام مواطن اعرفك في كل قطاعات الدوله شغاله فين بالتعاون مع اكبر الدول زي ما انتم سمعتوا معايا الدكتور علي، وهي دي دايما القيمه. انا هطلع فاصل سريع وبعديه اشوف تقرير واستقبل ضيف النهارده بعنوان كبير اسمه جبر الخواطر وتقارير مهمه جدا وفقرات هتطمن كل اللي قاعد في البيت ولسه قلقان وخايف من كورونا. تابع الفتره والفقره القادمه.
بيعيش بين الناس وبيقبل كل خاطر، ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. بمجهودات حضراتكم ومجهودات جمعيه سقيا الماء ومجهودات الحكومه، بدل ما كنا بنخدم عدد معين على مدار السنين اللي فاتت، قدرنا نرفع الكفاءه، والنتيجه ان اهالينا كلهم يستفيدوا واللي جاي احلى بكتير. هو ده الشغل اللي حضراتكم وثقتوا في مؤسسه سقيا الماء وحطينا فيه التبرعات بتاعتنا علشان نخدم عدد كبير جدا من اهالينا جوه مطروح. انا اتبرعت بسك نخله لله، وقف لله، فجيت علشان اشوفها بنفسي، ازرعها كده بنفسي واطمن عليها، وربنا طبعا يتقبل. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى اولا واخرا، له الفضل والمنه، ثم الفضل لكم والشكر لكم ان انتوا ساهمتوا في رفع كفاءه المحطه دي، وده انجاز جديد ومجهود جديد مكملين فيه بسقيا الماء بفضل الله، ثم بفضل جهود ومساهمات حضراتكم، ومستحضرين كلنا كده الايه اللي بتقول ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. كلنا لما بيخلص عمرنا بتفضل بس سيرتنا، كل ما بنعيشها لغيرنا تكبر وتعيش زرعتنا، بس انت مد ايديك غيرك او مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. اللي يعيش بين الناس وبيقبل كل خاطر، ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. اللي يعيش بين الناس وبيقبل كل خاطر، ربنا عمره ما هيسيبه. برحب بكم من جديد اعزائي المشاهدين. ناس كتير جدا في الظروف اللي احنا عايشينها دلوقتي قاعده في البيت قلقانه، خايفه، الشغل والظروف صعبه، أو يا ترى ربنا هيكرمني وعدي، ولا ممكن أتصاب، ولا ممكن لا قدر الله يحصل لي حاجة. عشان كده كنت حريص في الجزء ده إن إحنا نحاول نطمن الناس، نطمنهم بكلام ربنا بالقرآن والسنة وبالصح اللي المفروض إن أنت لو سمعته وعشته هيريح قلبك. ليه؟ لأن أنت بتتكلم مع ربنا، علشان هو الله هيحبك، هيكرمك، هيرزقك، هيرحمك، علشان هو ربنا هيكفيك، هيستجيب لك، هيشفيك، تاني هيشفيك، هيعطيك، هيفرحك، علشان هو الله هيتقبلك. فقط خبط على بابه واسأله. اسأله ايه؟ عفوه ولطفه ومغفرته ورضاه ورحمته. ده ربنا هيكون معاك، هيكون معاك في الوقت اللي أكيد محدش هينفعك غيره. وخليك وانت بتقول كده لنفسك افتكر لو ربنا معاك مين ممكن يبقى عليك. خلوني في الفقرة دي أرحب بفضيلة الشيخ أحمد علوان أحد علماء الأزهر الشريف. برحب بك يا شيخ أحمد ومنورنا، وكل سنة وانت طيب وعودا حميدا إن شاء الله. الله يبارك فيك. النهاردة يعني بداية جديدة وسنة جديدة، وبنحاول نطمن الناس النهاردة في الظروف الصعبة. كل عام وانتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل 2021 أفضل سنة إن شاء الله، أفضل عام وبداية جديدة وموفقة يا رب. الله يبارك فيك. هبدأ بالجزء اللي خاص اللي أنا كنت حريص إن أنا أخاطب بيه الناس، وهم دلوقتي عايشين حالة من التوتر والقلق، وده معذور فيه كل الناس عايشينها وليس المصريين فقط، الكرة الأرضية كلها. صحيح. ولكن دايما لما تحب قلبك يطمن فكر بشكل مختلف، ادعي سيدك، اسأله، خبط له على بابه، أكيد هينجيك وهيحفظك وهيشفيك، ولكن بشروط. عاوز أخد تعليقك ونطمن الناس من خلال الشيخ أحمد علوان النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وبعد بداية بحيي حضرتك ومبارك البرنامج الجديد، ودايما متألق وزي ما بقولوا كده النجم على الشاشة. احنا بنشرف النهارده قصاد البلد يعني. الله يبارك فيك، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في حضرتك وفي السادة المشاهدين والمشاهدات. اللهم آمين. اللهم آمين. كورونا لا شك أن هي جائحة وأزمة مش بتمر بها مصر بس، بيمر بها العالم كله، زي ما بنشوف وبنقرأ وبنسمع وبنعاين الأحداث والأخبار. الطمأنينة أن إحنا ناخد بالأسباب، ده رقم واحد. أيوة. الإجراءات الاحترازية وأي حاجة في الاعتبار نحافظ بها على نفسنا، لازم كلنا نعمل بيها،
سواء في البيت أو خارج البيت أو في شغلنا أو في الشارع أو في عربياتنا أو في وسائل المواصلات. كل واحد يا جماعة لازم ياخد باله من نفسه، كل واحد لازم يحتاط، كل واحد لازم الكمامة، المعقم، الجوانتي، الحاجات اللي أنت التباعد. يعني حتى سبحان الله لما ندور ونفتش في السنة النبوية على موضوع الأخذ بالأسباب وإن احنا نخاف على بعض، هتلاقي إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا يريدن ممرض على مصح. يعني أنا حاسس إن أنا عندي دور برد، خلاص ما خلطش حد، أنا حاسس إن أنا عندي أنت من نفسك ده يبقى قرارك أنت. ما أقربش من حد، خدت بال حضرتك؟ ليه؟ علشان أنا يعني ما أذيش حد ولا أتسبب في إذاء أحد. ده مهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا تضر ولا تكون سبب في إنك تضر حد ولا توقع ضرر على أحد. خدت بال حضرتك؟ دي نقطة مهمة قوي قوي. طب أنا هاخد في النقطة دي برضه، عشان أنا في ناس كتير بيبعتوا لنا أو بيتكلموا يقول لك يا عم اللي ربنا رايده هيكون، ربنا لو كاتب لي إن أنا أتصاب بكورونا هتصاب. ده بقى طرح يعني مبالغ فيه، لان انت قلت حتى في القران والسنه لا خد بالاسباب. اللي ربنا رايده طبعا هيكون، بس ده مش معناه ان انا كمان ما اخدش بالاعتبار زي ما انت بتوصف لي دلوقتي. صل على سيدك. اللهم صل عليك يا نبي. سيدنا عمر لما فتحت الشام واراد ان يذهب الى الشام فقالوا له لا تدخل الشام فان بها الطاعون. الطاعون ده بيقضي مرض خطير. فلما عرف ان الشام فيها طاعون فقال افر من قدر الله. فسيدنا أبو عبيدة لأنه كان الموكل من قبل سيدنا عمر بفتح الشام بيقول لسيدنا عمر يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ فسيدنا عمر ضرب على صدر أبي عبيدة قال له لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، مفروض يعني ده كمان قال له يا أبا عبيدة أفر من قدر الله إلى قدر الله. الله كملها، انت برضه هتعمل اللي عليك وهتفر من قدر ربنا. أيوة. لكن برضه اللي هيكون هو برضه مشيئة ربنا، هاخد بالاسباب بالظبط، وحافظ على نفسي، حافظ على زوجتي، حافظ على اولادي، حافظ على جيراني، حافظ على اصدقائي، حافظ على زملائي، حافظ على حبايبي. ما انا لازم زي ما بحب الخير لنفسي لازم احب الخير لغيري. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت يعني التعاون، ولذلك يعني حتى لو تحب له السلامه كمان، انت مش تحب له بس في بخير الدنيا او الامور العاديه، اي العادية. حاجه انا عاوزها لنفسي اتمناها لغيري، اتمناها لاخويا، اتمناها لجاري، الصحه كمان. طبعا بالزبط. وبعدين مش لازم يكون حد قريبي ولا صاحبي ولا اخويا، اي حد في الشارع هو اخوك لك، لان ربنا سبحانه وتعالى قال انما المؤمنون اخوه، فاحنا كلنا اخوات. طبعا في اخوه الإسلام وفي أخوة الوطنية وأخوة الدولة. طبعاً طبعاً. أي واحد في مصر فهو أخ لي، أي واحد في العالم فهو أخ لي، أخ الإنسانية، فنحافظ على بعض. يعني عنوان الإنسانية طبعا يعني حدث ولا حرج. خدوا بالكم يا جماعة، أنا حريص النهاردة في الجزئية دي تحديدا، أي حد قلقان، أي حد لسه خايف، بالراحة وبهدوء هون على نفسك، اللي ربنا رايده فعلا هيكون تلجأ له بالشكل السليم. ولكن زي ما انتوا سامعين معايا من الشيخ احمد علوان، خد بالاسباب انت كمان عشان ربنا يعدي الفتره دي على خير. انت دلوقتي مش فقط مسؤول على نفسك، ما تاذيش خيرك حتى لو من غير ما تقصد انت كده برضو بتاذيه. عنوان الفقره يا شيخ احمد كنت حابب مع الناس واحنا بنطمنهم وخدت تعليقك برضو، فاستبقوا الخيرات، التسابق بقى في اعمال الخير في الفتره اللي طبعا احنا عارفين ان ما زالت مكمله معانا كورونا. وأي وباء أو أي بلاء من المولى عز وجل برضو بأعمال الخير وبالرجوع لربنا بالشكل الأمثل، والأمور تبقى ماشية في سياقها بالشكل الهادي الجميل، أعتقد ربنا أكيد هيرحمنا. التسبق في الخيرات والمفهوم الخاص بالعنوان ده تقول لنا عنه إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال فاستبقوا الخيرات، ما قالش فاستبقوا الخير. خيرات يعني عدد من أنواع الخير، اعمل أي خير. وانا هنا لازم ابين للساده المشاهدين والمشاهدات ان احنا لازم ناخد بالنا ان الخير مش قاصر على حاجه معينه، الخير مش لازم تدفع فلوس، الخير مش لازم انك بيقول لك مش عارف المكان الفلاني او الحاله الفلانيه تدفع، لا، الخير ممكن يكون كلمه. ده الكلمه الطيبه صدقه. الخير ممكن يكون ابتسامه. تمام. الخير لو اقل القليل وانت عملته لله سبحانه وتعالى تثاب عليه وتؤجر عليه، ودايما ناخدها قاعده، مفيش حاجه في الاسلام ببلاش. الله عز وجل في سورة كلنا يحفظها سورة الزلزلة قال فما يعمل مثقال ذرة، الذرة لا ترى بالعين المجردة، زي ما فيروس كورونا لا يرى بالعين المجردة. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت لو عملت خير حتى ولو لم يرى بالعين المجردة ستثاب عليه. ويجي واحد يقول لك ايه اعمل الخير ومي البحر، ما عندناش خير يرمى، ما عندناش خير يلقى، ما عندناش خير نرميه ورا ظهرنا، لا، انت تعمل الخير وتستودعه عند رب الخير سبحانه وتعالى.
هو الذي قال وما تقدموا لأنفسكم من خير فين تجدوه عند الله. وخلي بالك مش هتلاقي الخير زي ما هو، لا ده حتى هتلاقي الخير مضاعف مضاعف وكتير قوي. ما في أحد يعمل الخير إلا وربنا سبحانه وتعالى يعوضه عليه كثيرا كثيرا وأضعاف أضعاف. وربنا اللي قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وبعدين زي ما قلنا إن الخير مش قاصر على إنك تدفع 1000 جنيه ولا 2000 جنيه ولا 10 جنيه، لا، من مفهوم الخير إنك تقول كلمة حلوة، الكلمة الطيبة صدقة. هو ناخد على الكلمة الحلوة، تاخد على الكلمة الحلوة ثواب وأجر. تتفق معايا يا شيخ أحمد إن إحنا محتاجين قوي المشاعر دي بيننا دلوقتي، إن أنت يعني بعد وجود مواقع التواصل الاجتماعي والموضوع بقى يختزل في شكل تكنولوجي أكتر منه إن أنا أسلم عليك وجها لوجه أو إن أنا أروح أزورك أو توديني، المواضيع بقت صعبة شوية بالمقارنة بفترة سابقة كانت بتعلو فيها قيمة الإنسانية بشكل يبقى دايما مردوده تحسه جواك. الموضوع السوشيال ميديا والتطور وأزمة كورونا وعدم التواصل، احنا ممكن نستعيد ده بان احنا برضو نسأل على بعض ونطمن على بعض، ما في مشكلة خالص، محتاجين ده جدا طبعا، ولازم ده يحصل. هو المجتمع التكافلي، مجتمع التعاوني، مجتمع التضامني اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسس له، وما كانش فيه بقى لا سوشيال ميديا ولا حاجة. خلي بالك، وإذا كانت السوشيال ميديا موجودة فهي ما تمنعناش ولا تحرمنا في إن احنا نتواصل مع بعض. يعني عندنا الواتس آب، عندنا تويتر، عندنا الفيسبوك، عندنا الماسنجر، عندنا أي وسيلة من الوسائل نوع التواصل. طب معلش بقى قبل ما أطلع فاصل سريع، بس أنا عاوز أخد منك إجابة لي أنا حتى، محتاج السؤال ده. صد. لو انا سالت مستخدما التكنولوجيا على الواتساب على الفيسبوك على رساله ايا كان نوع التواصل، ولكن بغرض السؤال عنك مش بسماعه التليفون المباشره او بزياره لغايه ليك، وممكن يقول لك انا استسهلت مسكت الموبايل وسلمت على الشيخ احمد علوان وقلت له ازيك، انا بأساب عليه وبأجر عليه حتى وانا يعني مش مكسل قوي اجي لك، بس انا برضه بقول لك سلام عليكم يا شيخ احمد. حبيبي احنا قلنا من شويه ما فيش حاجه في الاسلام ببلاش. لو انت ابتسمت هذه الابتسامه تأسيا بسيدنا رسول الله لك بها أجر، ابتسامة. فما بالك بقى أنت كلفت تليفونك وفتحت وكتبت وبعت أو اتصلت. سألتك عشان الناس بتقولك إيه، كنا الأول بنروح نزور بعض في البيوت، دلوقتي بقينا نعيد على بعض على الفيسبوك وعلى إذا كان في سبب. أنا برضو في نقطة مهمة، موضوع المعانقة والأحضان ده مش من السنة على فكرة. طب ده مهم جدا الكلام ده. ده مش من السنة، السنة المصافحة فقط، وهذه سنة. وإذا كان في سبب أو عذر أو أزمة زي اللي احنا بنعدي بيها وممكن المصافحة دي تنقل عدوى، مش لازم أصافح. كان الناس بتعبر إن أنا من كتر غلاوتك عندي معناه بقى العناق الحار، لا أو لا أنا أسلم لا عليك لا بقى لا كده، لا 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 يعني دي حتى أنا معايا أبيات لو في وقت أقولها معبرة قوي. طيب أنا هطلع فاصل ونرجع على الأبيات دي عشان لازم نطلع فاصل. هطلع فاصل سريع أشوف في تقرير ونرجع تاني نكمل زي ما قلت لكم الفقرة دي علشان أي حد محتاج يهدى شوية ونفسه تطمئن. تابع معنا. كان في مجموعة من الشعراء رايحين في الطريق لقصر الملك يمدحوا الملك، وهم معديين في الطريق مروا على راجل فقير كده غلبان بيملى مية بجرة معاه. قال إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا إلى قصر الملك نمدحه. قال خذوني معكم. قالوا مثلك يأتي معنا بأنت تبقى معنا. قال خذوني معكم، يعني هتخسروا إيه يعني لما تاخذوني معكم؟ فأخذوه معهم ودخلوا على الخليفة وقالوا الشعر وتكلموا بالنثر، وقعدوا يمدحوا الملك بقى والخليفة، والملك عمال يديلهم فلوس وهدايا وأموال وعطايا. وجيب دور على الراجل الغلبان ده، فالملك قال ما الذي جاء بك معهم؟ أنت جاي بتعمل إيه؟ قال ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. بيقول له أنت كرمك عامل زي البحر وأنا معايا كوباية صغيرة يعني فمش هتعمل حاجة في البحر ده. فالملك أعجب جدا بالكلام بتاعه فقال املأوا له الجرة ذهبا. فالشعراء حقدوا عليه قالوا له بقى احنا تدلنا فلوس عادية والراجل ده تديله ذهب؟ قال هو مالي أعطيه لمن أشاء وهو ماله فليفعل فيه ما يشاء. تعرفوا حضراتكم الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده طلع من عند الملك وزع جرة الذهب دي على الغلابة والفقراء والمساكين. الملك عرف باللي هو عمله بعت له، قال له انت ليه عملت كده؟ شوفوا قال ايه؟ قال يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. بيقول له الفلوس دي بتاعت ربنا، المال ده بتاع ربنا، انت اكرمتني وانا بكرم الناس. يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. مش ربنا قال لنا وانفقوا من مال الله الذي اتاكم؟ أعجب الملك بكلامه أكثر فقال لهم املأوا له الجرة ذهبا
10 مرات. عشان كده احنا جايين النهاردة مع مؤسسة سقيا الماء في محافظة مرسى مطروح وبنقول اذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجاته. جايين النهاردة وإحنا بنشوف شكل جديد من أشكال الآبار مع مؤسسة سقيا الماء. الحمد لله أن ربنا استخدمنا في خدمة الخلق يا رب العالمين، وربنا يا رب يجعلنا رسل رحمة للخلق دايما، اللهم أمين. دايما لما بنيجي مطروح كان بيبقى المشهد أو الجدر كله معانا كان بيبقى باللون الأصفر، لون الصحراء، لون المشقة اللي كانت بتبقى في عيون الناس وعيون أهالينا هنا في مطروح. بنبقى اتفقنا كلنا إن احنا نعمل بير المية اللي كله خير. دايما كنا بنتكلم عن مياه الأمطار والخير اللي بينزل جوه البير. شايفين حضراتكم النهاردة بقى كم الخضرة وكم اللون الأخضر اللي موجود عندنا، هو ده الخير اللي بينزل مع المطر، هو ده الخير اللي مؤسسة سقيا الماء بتحط إيديها في إيد حضراتكم علشان نعمله لأهالينا. احنا النهاردة في شهر الخير، احنا النهاردة شهر الشتاء اللي فيه الأبار كلها بتتملي. يلا بينا كلنا دايما نحط ايدينا في ايدين بعض علشان نلحق الشهر ده ونلحق الخير اللي دايما. الخير مش بس في الأرض أو مش بس في الصحراء اللي هي بدل ما كانت بالأصفر بقت النهاردة بالأخضر، البير كمان جواه مية كتير جدا في ميزان حسنات حضرتك. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيقول مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية. كل مؤسسة خاصة بالتنمية ودعم المواطن المصري في كل المحافظات نقول لهم تحية تقدير واحترام. ما تنسوش بفكركم تاني أرقام الاتصال والتواصل معنا سواء على المحمول أو حتى من الخطوط الأرضية أو الرسائل. الأرقام بتظهر أمام حضراتكم عشان تتواصلوا معنا، لأن كل اللي هيبعت لنا عاوز يتدرب، عاوز يتوظف، عاوز شغل، القوى العاملة موفرة فرص كتير جدا. بكرة هتشوفوا معايا في حلقتنا مفاجآت غير مسبوقة هنأكد بيها دايما الرسالة الجميلة اللي أنا من هنا براهن عليها مع قناة صدى البلد، إن احنا هنبقى برنامج هادف. هنحاول إن شاء الله مع وزارة القوى العاملة ومعايا الوزير محمد سعفان نقضي لحد كبير جدا على ملف البطالة. ربنا يجعلنا فقط سبب لمجهود دولة بتشتغل قوي للناس والشباب. كان عندك أبيات قلت لي عاوز أقولها وليها علاقة بموضوع الناس اللي كل واحد يجي يسلم على واحد يزعل لو هو بيسلم عليه من بعيد كده عشان موضوع كورونا، وإحنا اتفقنا أن أنت لا ضرر ولا ضرار. صحيح، عاوز أسمح. يقول لك نعلم قدرنا عندكم فلا تعانقونا، قد يحمل الضم ما لا يرفع ولا ترجونا، واكتفوا بالتحية من غير مصافحة، ودعوا أيديكم تطرق قلبا حنونا، وذروا التقبيل فمعظمه مكروه في سنة خير العالمين. نحضن بعض وانت وحشني وكتول حضرتك. واغسلوا ما ظهر منكم بعدما بطن، وأنفقوا ولا تبخلوا ماء وصابونا. هذه يدي ستبقى في جيبي، من شاء فليغضب ومن شاء يعذرن. مش هسلم. ليسلم بقى بالكوره وكده. لن ناخذ اكثر من نصيبنا او اقل منه، ونسعى الا يكون نصيبنا الكورونا، وان كان فالى الله مرجعنا، سنذكركم بالخير فبالخير اذكرونا. يعني معبرة جدا وفي السياق وكلام واضح. ربنا يكرمك. قبل ما انقل على الموضوع الثاني معلش استوقفني، انا بحب دايما في احلام مواطن اكلم الناس باللغه اللي بيحبوا يسمعونا بيها. صح. ببساطه كده وبلغتنا العاميه زي ما بيقولوا، عايزين نوصل لهم. بعض الناس كان يقول لك انت بتقول لي دلوقتي الشيخ احمد علوان وكانوا يبعتوا لنا بيقول لك ما فيش عناق في الاصل في السنه وبتاع، بس انا ببقى بعبر عن حبي للشخص دوت او حتى ايام الصحابه، او سمعنا يا سيدي بلاش نقول على الصحابه ان كانوا بيبوسوا بعض في الكتف. يقول لك حتى الناس الملتزمين لما بيسلموا بعض مش بيبوسوا بعض كده، لا ده بيبوسوا بعض في الكتف. هل دي كمان تنطبق على الجزء انت قلته؟ انا كده فاهم صح عشان هم كده وصل لهم الاجابه، ان حتى العناق ان يبوسك في كتفك الفكره نفسها كعناق مش موجوده في. بص، لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام في حياتي الا مره او مرتين ان هو قبل احدا على كتفه فقط. لكن بقى الاحضان وحضن جامد ومن زمان ما شفتكش، هذا فيش الكلام ده. الاصل المصافحه، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، بس ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تناثرت ذنوبهما كما تتناثر أوراق الشجر. يبقى المصافحة كده الأصل في الحكاية، المصافحة وهذه سنة. طب أنا لو ما صافحتش ليس علي إثم، بالذات في الحالة الراهنة اللي احنا فيها دلوقتي. سلام عليكم، بس تعرف اللي يقول لك القلوب مسلمة. ليه ما القلوب؟ انا مش شايف القلوب ده بالعين، مش بالعين بتسلم مثلا يعني. مش في بعد بعين وسلام يعني. ليه بقى؟ لان ممكن اللي يصافح ده ممكن يكون ناقل للعدوى او ناقل للفيروس وهو مش عارف. صح.
طبعا. طب ما نحتار. حلو قوي كلمته هو مش عارف. طب ما يعني نحتار. انا سليم بس انت ممكن تكون مش ايوه عارف. ما ممكن ما يبانش عليه غير بعد اسبوع بعد 10 ايام بالزبط. وانت صافحته فنقلت له العدوى بدون قصد. المعنى الحرفي للوقايه خير من العلاج بس. وده اللي النبي عليه الصلاه والسلام علمنا اياه. واي حد بقى يا شيخ احمد بيصعب عليه نفسه، والله انا بكلمك الحاجات دي بشوفها. اتفضل. يصعب عليه نفسه ان هو داخل يسلم بقلب قوي ويلاقي حد ملتزم زي ما انت قلت لنا كده، بحس ان هو يبقى بيتاثر. انا عاوز يعني رساله الشيخ احمد تبقى واصله للناس دي دلوقتي. لو انا صديته، لو انت هو داخل وعايز بقى يسلم، هو داخل مندفع بسلام وانت اضطريت تبقى زي ابيات الشعر اللي انت قلتها لنا. بالعكس انا المفروض ان انا اقدره. انا في واحد مره بسلم او داخل اسلم عليه راح انت عارف ايه كده فايدي جت هنا. انا احترمت ده ليه؟ لان هو خايف على نفسه وخايف عليا، وده انا لازم اعقل ده. تمام. هو مش معنى كده انه مش عايز يصافحني، لا، هو في الطبيعي. وقبل كورونا، قبل شهر 3 قبل ما تيجي كورونا، كنا بنصافح بعض ونحضن بعض ونهزر مع بعض. دلوقتي لما جت الازمه، لا، احنا لازم نحتاط، لازم ناخد حذرنا. يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. تمام. ان انا اخد بالاسباب، ان انا اهتم باني طالما ديت ممكن تنقل عدوى يبقى خلاص ما اعملهاش. خدوا بالكم برضو، يعني انا كنت حريص بالجزء في النقاشات العاديه سواء على السوشيال ميديا او حتى في محادثاتنا العاديه بيننا وبين بعض، كلام كتير في هذا السياق ويؤدي الغرض. طب ايه الحكمه ان انا بسال فضيله الشيخ احمد علوان وهو احد علماء الازهر الشريف، ان حتى طب دينيا، طب قران، طب سنه، اخبار الموضوع ده في الحته دي ايه في المطلق وفي ظروف كورونا؟ عشان كده ببقى حريص بعيد معايا الاسئله دي عزيزي المشاهد، علشان احنا متفقين ان في احلام مواطن هكلمك باللغه اللي اي حد بعد ما يقفل او يشوف هذه الحلقه يبقى طلع بمعلومه فعلا ايجابيه تفرق معاه في مرحله ربنا يا رب يعديها لنا كلها على خير. يا رب. كنا بنكمل في الموضوع بمفهوم الصدقه وليها تنوع وانواع وليها اداب كمان الصدقه. حابب برضو ان انا اكمل مع حضرتك الجزئيه دي. انا عايز اتكلم في نقطه يعني تحتوي على ثلاث محاور، دي سمات الخير. لو انا مثلا الناس اللي بتعمل خير او الناس اللي بتحب تعمل خير، في ثلاث حاجات مهمه. اول حاجه ان انا اتنوع، لما اعمل خير ما احطش البذل بتاعي او الصدقه بتاعتي او الانفاق بتاعي في حاجه واحده وخلاص، لا، احاول ان انا انوع في الخير بتاعي. واحد. اتنين، ان يبقى عندي استمراريه وعندي همه عاليه، مش يلا خلاص واعملها وخلاص. رقم ثلاثه، ان انا اتفنن وابدع واتي بافكار جيده. دي ثلاث حاجات خلينا نركز فيها بعد ما تصلي على سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. عشان تكمل بالقلب والحماس ده، النجاح وتفاعل الناس بالكلام الطيب شيء عظيم. تمام. بيبلغوني في الكنترول رقم آخر 770 الموبايل، سيدة فاضلة رفضت الإفصاح عن اسمها، قالت على ضوء هذا الكلام الطيب الراقي أنا متبرعة بعمل بير بتكلفته لمؤسسة سقيا الماء، ومش عاوز أقول اسمي الحمد ولكن لله. إحنا حقها علينا ان احنا نقول الرساله دي، لان ده رقي في التعامل في الصدقه. عشان كده قطعتك قبل ما تكمل، دي صدقه في الخفاء. طبعا طبعا. اتفضل يا شيخ. حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمين، وربنا سبحانه وتعالى يقول وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، دي بشاره من الله، فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وطبعا نشاط مؤسسه سقيا الماء لا يخفى على احد، اي واحد دلوقتي بيتابع النشاط الخيري والمؤسسات الناس بتحس العمل الايجابي بالشكل الحمد لله الحمد لله الجيد. متخصصه في الابار وصلاه المياه والمحطات انواع كتير من الانشطه الجمهوريه. وصلنا ل سمات الخير. سمات الخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. التنوع. التنوع ان انا اي خير يظهر قدامي احط بصمتي فيه. وبعدين مش لازم بالكتير، مش لازم يبقى معاك 1000 جنيه او لازم تطلع 1000 جنيه، لا، لو معاك 5 جنيه رب درهم سبق 100,000 درهم. الجنيه ده عند ربنا سبحانه يعني وتعالى. الفكره هنا ان القيمه بعيد عن لغه المال، عشان الناس برضه بتبقى فاهمه سياق حلقتنا في الجزئيه. المهم ان انا اتصدق. تمام. يبقى التنوع. رقم اتنين، الاستمراريه. اهم شيء في العمل ان انا اداوم عليه. ما يجيش واحد مثلا ايه يقرا القران 30 جزء في يوم يقعد عليه شهر. ما بتقراش ليه؟ يقول لك ما انا قراته. لا، انت تقراه كل يوم، كل يوم تقرا جزء على مدار شهر احسن ما تقراه كل يوم في يعني يوم. التنوع حتى لو الكم اقل بس في استمرار بيبقى ثوابه اكتر. طبعا سيدنا النبي قال احب العمل الى الله ادومه وان قل، ان انا اداوم عليه. طيب ولو قليل. طب خليني اسالك هنا سؤال. اتفضل. تعرف معلش انا بحب لا لا فراس. عكسك يعني حبيبي. المداومه على جزء واحد من اعمال الخير او التصدق وليكن في اتجاه معين. تمام. برع ايتام مثلا. تمام. اوكي ماشي. التنوع والتعدد والاستمراريه في هذا الجزء
يديك نفس الثواب ولا الافضل منه ان انا ابقى بنوع في انواع الصدقه؟ يعني انا عندي انا هفضل طول عمري اعمل خير في الجزئيه الخاصه برعايه الايتام بس رعايه الايتام بس، هل هذا افضل ولا يفضل لا انت بترعى ايتام، لا انت الناحيه الثانيه ممكن تساعد ناس محتاجه اكتر بشكل مختلف، انت يعني هل بقى انوع ولا استمر في حاجه؟ انا هرد على سؤالي ده، هرد على السؤال ده بسؤال. تحب تاخد ثواب من ناحيه واحده ولا تاخد ثواب من 10 نواحي؟ 10 نواحي طبعا، خلاص يبقى يوم افضل العدد الاكثر اكتر من زاويه. ولذلك طب انا معايا 1000 جنيه اتبرع بيها كلها اليتيم ولا ممكن احط 100 او 200 واحط الباقي في مكان تاني؟ احط الباقي في مكان تاني يعني وزع نيتك في الخير في المصدر. نكمل فالاستمراريه والهمه العاليه في الموضوع ده. ولذلك لما نبص حتى لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الصلاه الحافظوا على الصلوات، ما قالش صلوا خلاص، لما النبي عليه الصلاه والسلام تكلم عن القران تعاهدوا القران، خلوكوا دايما مع القران، ولما تخلص حاجه خش في حاجه ثانيه، ما ربنا بيقول لسيدنا النبي فاذا فرغت فانصب، سوره الشرح، خلصت حاجه خش في حاجه ثانيه، ولا تتوقف عن العمل الخير ما دام ان فيك نفس ينبض. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، احنا اصلا اتولدنا في الدنيا عشان نعمل خير. قال رب ارجعون ويقبض روحه، يا رب رجعني ليه؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت، انا عايز ارجع بسبب وجودك في الدنيا. ايوه رجعني علشان اعمل خير. يبقى قلنا رقم واحد التنوع، رقم اثنين الاستمراريه. هذكر هنا موقف لسيدنا ابو بكر رائع قوي. قول لي، مره النبي عليه الصلاه والسلام بعد صلاه الفجر بيسال الصحابه او في فرض من الفروض، من اصبح منكم اليوم صائما؟ شوف التنوع بقى، من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابو بكر انا. سؤال ثاني، من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. سؤال ثالث، من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. سؤال رابع، من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. إن شاء الله الأربعة سباق فيها. وخلي بال حضرتك، هو في, في, في الصيام حاجة لنفسه، من أصبح منكم اليوم صائما ده حاجة لنفسه، من أطعم مسكينا دور على غيره بقى، وبعدين لما تدور على غيره هتلاقي الحاجات اللي دور فيها على غيره أكتر من اللي دور فيها على نفسه. سيدنا النبي يقول له إيه؟ ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. وانا ببشر الساده المشاهدين اللي يعمل الاربعه دول في يوم، هذه بشاره من رسول الله بان له الجنه. صائما؟ نعيدها بقى واحده واحده. يعني اصبح يعني منكم اليوم يعني الاربعه مكتمل، لا واحده واحده يا شيخ، معلش واحده 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 واحده. اللي يعمل الاربع انواع دول في يوم مجتمعين وفي يوم واحد. في يوم واحد، في يوم واحد اللي هم ايه الاربعه بقى؟ قال له من اصبح منكم اليوم صائما يبقى صائم. من أطعم منكم اليوم مسكينا، أيوة، من عاد منكم اليوم مريضا، من تبع منكم اليوم جنازة. يعني اللي يمشي في جنازة أو يرد مريض ويروح يزور مريض ويطعم مسكين ويصوم لو صح، يعني أي حد من اللي بيشوفونا دلوقتي قرر بكرة أو بعده أي يوم أنه هيصوم، ولو ربنا رب يحفظ الجميع في اي واجب عزا هيروح يعمله، وانه هيروح يزور اي مريض وما اخسرهم دلوقتي ربنا يشفي الجميع، وان هو يطعم لو عمل الاربعه دول جزاؤه هيكون ايه بقى؟ الجنه. ده وعد من الله ورسوله. سيدنا النبي قال له قال له يا ابو بكر ما اجتمعنا في امرئ الا دخل، اللي يجمع الاربعه دول خلاص طريقه الجنه. طب ما اسمح لي يا شيخ احمد بقى، يعني طب ما هو ده ادعى بقى ان كل يوم كلنا نحاول نعمل الاربعه دول، وليه لا؟ مش كده برضه ولا الله سبحانه وتعالى يريد ان يدخلنا الجنه جميعا، يعني دي روشتة للجنه. أيوة سريعه طبعا. في احلام مواطن مع الشيخ احمد علوان اعزائي المشاهدين اهو. والله يا يعني استاذ هاني كان دايما سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله يقول لك الجنه ليست فيها ازمه مكان، السبعه مليار انسان اللي على ظهر الارض الان لو اسلموا لهم كل واحد له مكان في الجنه، من اول سيدنا ادم حتى تقوم الساعه على اخر واحد، كل واحد له مكان في الجنه، بس هو عاوز يخش الجنه ولا لا؟ خد بالاسباب، اعمل اللي عليك، والطريق سهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. فالصحابه قالوا ومن يأب؟ من اللي مش عايز يخش الجنه؟ فالنبي قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. اكمل معاك عشان وقتنا بيجي. كمل معايا. الابداع، ان انا اكون ما احاول ما اخليش كرييتيف، يعني بتنوع كمان، بتبدع في طبعًا. كلمة استوقفتني بقى. ابقى فنان في الصدقه بتاعتي. تستوقفني في الجمله دي بقى، يعني وانت ادرى مني برضو اهل البيت بقى ان هم كانوا بيعطروا الصدقه. كنت لسه اقول ما ده رمز الفن في الصدقه. السيده عائشه كانت تجيب الكوين الدرهم او الدينار وتحطه في مسك ولا حاجه، اللي هو دلوقتي مثلا معاك سبري، معاك برفيوم، برفين وكده، والله العظيم
الذي يتصدق لو انا طلعت 10 جنيه من جيبي اديتها للفقير كده، واحد تاني جه حطها في ظرف ثوابه اكبر، واحد تاني قبل ما يحط ال 10 جنيه في ظرف برفن الظرف وحط ال 10 جنيه ثوابه اكبر. كلما كان اهتمامك وابداعك في صدقتك كلما كان ثوابك اعظم. ما شاء الله، ده حرصانها تروح بافضل شكل لغايه ما توصل. وليه؟ لان رايحه لله. ما هم بيسالوا السيد عائشه لماذا تطيبين الصدقه يا ام المؤمنين؟ قالت لانها تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الفقير. اكمل معاك. الابداع، بس بالابداع. الابداع ان انا يعني الموضوع مش قاصر على حتى بني ادمين او انسان، لا انا ممكن اشوف عزك الله كلب، انا بيعجبني في ست في العماره كيست كبيره الصبح كده لازم ترمي غله كده في الارض، والاقي الحمام ما شاء الله متحوط كده حاجه جميله، وتلاقي مثلا واحد يعني في مثلا في البركة عنده كلب اتنين فيرمي لهم حاجه، ده ياخد على ده ثواب؟ اه طبعا ياخد على ده ثواب. كان في بعض الصالحين لازم كده يحط حاجه ايه سكر جنب البيت كده في نمل، فبيقول له مالك ومال النمل؟ قال هن جارات لنا ولهن حرمات، دول جيراننا، النمل ده جيراننا فلازم نكرمه. بيفكروا حتى وطبعا كلنا فاكرين الموقف بتاع الرجل الذي سقى كلبا. سقى طيب كلبا. انا 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 عشان وقتنا دايما معايا رسائل جايه. اهلا يعني وسهلا. معانا ام حبيبه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للبرنامج والقناه صدى البلد المحترمه. اشهد الله ان كلامكم قد ابكاني. الله يبارك فيك يا رب. ربنا يا رب يعني ينور قلب الجميع ونبقى بنقدم حاجه من خلال البرنامج تفيد الناس. اللهم امين، اللهم امين. كمان في الاستاذه شيماء، السلام عليكم، تحياتي للفقره. موعد البرنامج امتى؟ عاوز انتظر. احنا قلنا في بدايه حلقتنا يا استاذه شيماء خميس وجمعه هوا من 5 ل 6 والاعاده سبت وحد من 11 ل 12 ظهرا ان شاء الله. معانا كمان الأستاذ أحمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضرتك وللشيخ أحمد علوان، أعزكم الله ونفع بكم البلاد والعباد. أنا بفرح لما الناس تبقى طبعًا طبعًا يعني طبعًا حاجة جميلة. يعني يعني أنا معايا دقيقة اتفضل، عاوز أسيبها لفضيلة الشيخ أحمد علوان، إن النهاردة تبقى معانا رسالة من فضيلة الشيخ أحمد علوان أحد علماء الأزهر. الله يبارك فيك. إن هو يبقى بيقول بيها في الظروف الصعبة دي رسائل تكمل طمأنينة قلب الناس، وأنا كنت حريص النهاردة إن طمأنينة قلوب كل الناس في الظروف الصعبة دي أكيد هتفرق معاهم من خلال أحلامهم. طبعًا أولًا دي ليلة الجمعة، ومن السنة أن نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم واحد. رقم اثنين ما ننساش نقرأ سورة الكهف، هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة أن احنا جماعة كلنا نأخذ بالأسباب ونحافظ على بعض ونهتم بالنظافة. الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم قال وثيابك فطهر. فالأخذ بالأسباب ده أمر هو عبادة الواجب الآن وعبادة الوقت، أن احنا لازم نأخذ بالأسباب. بعد كده أن احنا نحصن نفسنا بالصدقة وبعمل الخير، مش كلامي ده كلام سيدنا النبي هو الذي قال داووا مرضاكم بالصدقة. أي واحد عاوز يحصن نفسه يعمل حصن كده يتصدق. طب أنا عندي مريض تصدق. أنا والله العظيم من كام يوم اتصلت بي واحدة من البحيرة بتقولي أنا شاركت في مشروع سك النخيل تبع مؤسسة سك الماء بنية إن ربنا يشفي لي ابني الوحيد ويشفي لي أمي اللي كانت في العناية المركزة. بتقولي والله عدى اسبوع اتنين شفى الله سبحانه وتعالى لي ولدي اللي جريت بيه على المستشفيات. ده افضل شيء دايما اختم بيه في نهايه حلقتنا يا اعزائي المشاهدين. يعني ما تنسوش دايما على مدار الاسبوع كله الارقام التواصل اللي بتظهر على مدار الاسبوع امام حضراتكم لبرنامج احلام مواطن من التليفون المحمول او الرسائل او الخط الارضي. عندنا فرص كتير ان شاء الله، وزاره القوى العامله مدعمانا الدعم كل الدعم. ما تنسوش كمان معانا بكره ميعاد الساعه 5 حلقه مفاجاه بتاكد بيها الدوله المصريه دعمها في 2021 بشكل غير مسبوق من خلال وزارة القوى العاملة وكل الوزراء، ولقاءات حصرية جدا لأحلام مواطن وصدى البلد مع وزارة التضامن والشباب والقوى العاملة وكمان رئيس منظمة العمل الدولية في مصر. لقاءات كلها عنوانها احنا جايين بالخير ليكم. بشكر جدا في نهاية حلقتنا فضيلة الشيخ أحمد علوان أحد علماء الأزهر. بشكرك الشيخ أحمد، ربنا يفيد بك الناس. بداية موفقة إن شاء الله، ربنا يعزك. الله يبارك. كده أكون وصلت لنهاية حلقتنا النهاردة من أحلام مواطن. بكرة الساعة 5 حلقة تاريخية جديدة هنأكد ونكبر بيها جسر الثقة مع حضراتكم على شاشة صدى البلد. أشوفكم بكرة.